وهذه زوجة تقول: زوجي غيور غيرة شديدة لدرجة تصل إلى حد الشك، مما يجعل ذلك يفسد حياتنا، وبسبب هذا يمنعني من كثير مما أحل الله، فماذا أفعل والحياة معه أصبحت زحيما لا يطاق؟ من المسلم به أن الرجل مسؤول عن المحافظة على سمعته وسمعة الأسرة عامة وسمعة زوجته التي اختارها شريكة لحياته. والحديث الشريف يقول: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. ومن الرعاية أن يراقب سلوكها كما يراقب سلوك أولاده، لكن هذه المراقبة لها حدود حتى لا تنتج نتيجة عكسية. فالمرأة إن لم تكن عندها حصانة من خلق ودين يمكنها أن تتفلت من هذه المراقبة بوسائل قد تتفنن فيها، وقد قالها عزيز مصر منذ آلاف السنين وسجلها القرآن الكريم: إن كيدكن عظيم. وإذا كان الحديث قد حذر من التهاون في مراقبة سلوكها ومن ترك الحبل لها على الغارب بقوله صلى الله عليه وسلم كما رواه النسائي والبزار وصححه الحاكم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء، فإنه وجهه إلى الاعتدال والتوسط في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان: إن من الغيرة غيرة يبغضها الله عز وجل، وهي غيرة الرجل على أهله من غير ريبة. ذلك أن شدة الغيرة تجلب على المرأة سبة، فسيقول الناس إن صدقا وإن كذبا: ما اشتد عليها زوجها إلا لعلمه بأنها غير شريفة أو فيها ريبة. يقول الإمام علي: لا تكثر الغيرة على أهلك فترمى بالسوء من أجلك. إن هذه الغيرة الشديدة تحمله على كثرة الظن السيء وعلى التجسس، وذلك منهي عنه في القرآن والسنة. وقد نهى الحديث عن إحدى صوره، وهي الطروق ليلا للمسافر، أي مباغتته لأهله عند قدومه من السفر دون علم منهم. فقد روى مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا لئلا يخونهم أو يخونهم أو يطلب عثراتهم. وروى البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتصف السعثة. فالخلاصة أن الرجل لا بد أن يغار على زوجته، ولكن يجب أن يكون ذلك في اعتدال، وخير ما يساعده على ذلك أن يختارها ذات خلق ودين. والله أعلم.